كلها بس ينحر. الحين الحاشي ينحر والطلي يذكر ايه. وعادي ان هذا ينحر وهذا يذكر في السنه اهم شيء مع المقتل. الله الله بس عادل سبحان الله حتى موته بس يا اخي موته الناقه ترى يا ولد اعوذ بالله اقسم بالله اني اتاثر منها اللي اثر فيني انا شو لما ذبحوها الحين سؤال خلاص الحين تعال لما ذبحوها عبد الله عقب ما لبيت حاج عقب ما تطلع الروح منها اطالع انا احسب انها حيه في لحمها يقول زي كذا في شيء انها حي الحين متى تدري ان الصلاخ صلاخ لا قام يحذف في الصحن ولحمها توي رعص ايوه هذا الصلاخ هذا السريع بس يذكى الحين الطلي مثلا يذكى ويترك لين يظهر الدم المسفوح كامل الحين الدم اللي يظهر في الذكاء يسمى مسفوح لانه فاسد مكدر لازم يطلع من الذبيحه لا طالع وخلصت كمل الذكاء وتعلق طليك وتبدا تصلخ جلده الفنان بيصلخ بسرعه ويطلعه ويبدا يطلع اللحم طبعا اذكر ايام الشتاء قبل عيد الاضحى كان شتاء والله اني اذكر انه يوم نطلع الجلد انه يبخر حلاوتها لانه برد والجلد حار الجلد حد حار فكته سهله بس اذا برق كل ما ابطا كل ما إيه تماسك اقوى يمسك اذا مسك يا سلام الجمل لا مثلا تصرخ لك حاشي لان حارته واظهرت رقبته خلصت يقص من فوق الرقبه على ظهر السناء بعدين يظهر جلده يمين ويسار عكس الطلي مثل الدفتر يا سلام مثل الصفحه تظهر منه تجز له السنام الاخر بتفكه كذا بعضهم من يعني بداعه والله اني اذكر ابوي الله يطول عمره الله يطول عمرك مطي عيد الاضحى عند عمي تهاف ذابحين لهم ناقه حاطين الجلد ذا مثل المفرش يحطون اللحم عليه مطي حتى يعني وانا ورع ما انسى المواقف ذيك يوم يصلخون ويفصلون وطق طق سبحان الله ياخذون دائم الجلود وذي مثل ما تقول الصحن الفنانين بعضهم حتى جلد الطي اذا ما عنده صحن ولا ذا في البر تلقاه يفصل اللحم عليه لين يضبط الامور فالصلاخ الفنان هو اللي تلقاه من يوم يحط اللحم هي تقول سه تو باقي حار بس يقول لك من تاديب الاضحيه انك تسن السكين قدامها ما تشوف السكين ترى تشوف السكين انك تذبح اضحيه ثانيه قدامها ما تذبح قدامها هذا تعذيب وهذا للاسف اللي في المصالخ انا ليه احذر من المصالخ شوف كويسه وتختصر بس يا اخي هذه شعيره مش عائل الله ودك انت اللي تذكيها بنفسك صح اقلها اذا انت بتودي المصلخ اذبح سم بسم الله والله اكبر واذبح واعطها العامل خليه يكمل السلام عليكم ورحمه الله خليه يفصل بعدين الناس عذاره في عيد الاضحى يعني مثلا انا مثلا ماني 100% في الصلخ والتفصيل التفصيل خاصه الظهر عادي ما حد بيجيك على الصحن يقول ليه صحن في سيبان بيحزك وذا بس الاضحية شعيرة انك تذبح الشيء ذا اللي افتديت انت به يا ابن ادم قدام عيالك تعلم الشيء يا اخي لها طعم اصلا يوم تشوف العيال الصغار يطلعون وتشيل الصحن وتضبط وفي المزرعة واحد يشب النار ودنيا واحد يشب النار عشان يشلوط والشلوطة والكبدة والشغل يلا عجل وعندنا فطور تحس لها طعم يا حلوة يا حلوة ايه وجارك تسمع ورا احنا طبعا مزارع تسمع جارك ورا الجدار وعياله هذه اشوى عبد الله